سمير غانم هو اللي كتب شهادة ميلادك. سمير غانم في ميزو. أنا ودي أشيل شوية. سمير غانم هو سمير غانم هو اللي كتب شهادة ميلادك حضرتك. يعني هو اللي قدمك في أول عمل؟ لا أو هو اللي أظهرك؟ لا من الجماعات الوبية. بمثل في الأدوية الوبية. أيوة أنا بتكلم في التلفزيون. لينين الرمل هو اللي رشح لي. بس المؤلف. أيوة بس سمير غانم وأنت عملته دويتو حلو. جدا هو كان مديني كارت بلانش. ويقول اللي انت عايز تقوله. طب انت اللي عملت شخصيه عم عثمان. عايز ميه؟ حاضر. انت اللي عملت شخصيه عم عثمان. انا خفت اجيبه معايا. انا اجيب لك. انت اللي عملت شخصيه عم عثمان. ايوه. وانت اللي شخصيته كده بالطريقه بتاعته بطريقه الكلام. عملته ازاي؟ عملتها ازاي؟ ازاي يعني ايه؟ يعني فكرت فيها ازاي؟ خد اتفضل. انا انسان نوبي. ايوه اتفضل يا محمد. وبعرف بتكلم النوبي الراجل الكبير. لما تخلص اديني ازازه وانا اقفلها. او عايزها جنبك؟ قاضي الفل. زي الفل. طب خالص ربنا يخليك. ربنا يديك الصحه حبيبي. لدرجه ان انا سمير الله يرحمه جه عمل اخر حاجه مسلسل اسمه جواد من كل دوله. في كل بلد بجواز واحده. من السودان كنت انا بقى. وعندي بنتين. تمام. واحده زي حلقة شكلها كده نص لبه والتانية قمر. انت روس ربه؟ لا انا بقول لحضرتك اللي فيها يعني السيناريو كده. ما تقولش كده على نفسك. انا كله مركز ايه؟ ان اجوز سمير ده للكبيره. دوك عايز لا عايز الصغيره. الجميله. انما حته الدور ايه ده؟ ايه الجمال ده كله؟ وبعدين قالوا ايه؟ ده سوداني. هيجيبوا لي اي واحده سافر؟ قلت لا. سوداني لازم يجيبوا ممثله سودانيه. هنجيب من ايه؟ قلت له لا في يوسف شاهين جاب واحده سودانيه اسمها عبتسيب زي امين الغريزي كده السودانيه. وموجودة في الهيلتون. هو جاب الشغل عنده. جبتها عمل الدور تحفة في منتهى الجمال. طب عم محمد انت اخر دور مثلته كان امتى؟ انا عملت 500 حاجة. اخر مرة وقفت قدام الكاميرا. اخر مرة يا حبيبي الله يرحمه ويحسن اليه اكتر من 70% من اعماله انا اشتغلت في اسماعيل عبد الحافظ. الله يرحمه. واول تعاون بينه وبينه كان مسلسل ضد التيار. كان دور كده. عاملين رز. لدرجة ان في مشهد كده انا اترعشت اول مرة اشتغل مع امين الرئيس ومشهد بيقول دراما هديها خبر ان الراجل اللي احنا شايلين عنده مات. ازاي اقول الجملة دي؟ فقال لي تعالى هنا. ايه يا ابني مالك؟ قلت له يا استاذ امين الرئيس. قال لي بقول لك ايه؟ ده مش امين الرئيس. دي الدادة عطيات وانت السفرجي يعني انت الرئيس بتاعهم. قعدت عامل كده هي الدادة. بص في عينيها واتكلم. وعملت الدور كان تحفة 100% اداني يعني دفعة. هو ده الله يرحمه. طب هو حضرتك والدك ما كانش حابب ان انت تدخل التمثيل؟ والد ايه؟ والدك ما كانش حابب تدخل التمثيل. انا مش سامع كويس على فكرة. والدك ما كانش عايزك تمثل؟ ما كل الناس كده يقول ما كانش عايزك تمثل. ما دام حبيته ما خلاص انتهى.